المشروع هذا الندوة، وأتشرف بوجود زملاء مسؤولين معي ونكن لهم كاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كل الاحترام والتقدير. إذن كما تعلمون أن في إطار المهام الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو إصدار تقرير سنوي حول وضعية حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وقد سجل في التقرير الأخير لسنة 2020 في باب ديال الحق في التعليم سجل اعتماد القانون الإطار 1751 الخاص بالمنظومة التربية والتعليم، وأشاد بما جاء به هذا القانون من آليات وتقنيات جديدة واعتماده تنظيم مدرسي جديد من خلال إرسائه للتعليم الأولي. وإذ يؤكد المجلس أهمية هذا التعليم الأولي كاستراتيجية مهمة في تجويد المنظومة التربوية التعليمية والقضاء على الهدر والانقطاع المدرسيين إذا ما تجاوزت الدولة المعيقات والتحديات التي تتجلى في التعليم والجودة وتجاوز جميع التفاوتات بشتى أنواعها. وقد صدر توصيات بتدابير إضافية في الميدان. أما بالنسبة لعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في إطار البرنامج السنوي ديالها ديال 2021 وفي عمل اشتغال لجنة تتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية، ارتأت هذه اللجنة أن تشتغل على أربع تيمات في هذه السنة ذات الأولوية في جهة ديملال خنفرة، من بينها الحق في التعليم. إذن هناك يعني باقي ما كملناش الاشتغال في الموضوع على أساس أننا غادي نقدموا تقرير نهائي وفق منهجية دقيقة تتضمن مؤشرات هيكلية وعمليات ونواتج. إذن المداخلة ديالتي كنت نتمنى أنها تكون يعني فيها شوية ديال يعني إحصائيات دقيقة في تفعيل هذه السياسات العمومية، تفعيل الحق في السياسات العمومية، ولكن باش ما نحرقش المراحل ما عنديش الحق أنا بيرسونيلمون دابا نخرج شي حاجة. إذا ارتأيت أنني نقارب الموضوع من بمقاربة حقوقية شاملة، يعني التعليم كموضوع عام والتعليم الأولي كموضوع خاص. هادشي علاش المداخلة ديالتي كانت في التعليم الأولي، ده عمل الارتقاء بمبدأ المناصفة وحقوق الطفل، كما يعني أشير أننا نتشرف بحضوركم وحضوركم في تقديم ديال التقرير اللي غادي تقدموه في مقارب اللجنة فيما يخص الحق في التعليم. إذا بالنسبة للمداخلة ديالتي هي فيها نوعا ما يعني معطيات غادي نشوفوها على أرض الواقع الصعيد الوطني وبالنسبة للجهة ديالتنا، ولكن قبل من ناخذ هذا المنظور ديال نتناول أن التعليم الأولي هو دعم الارتقاء من المناصفة وحقوق الطفل، لابد من تذكير الأطر المرجعية التي نعتمدها في الحق في التعليم، لأن غالبا فاش كنهضروا في الحق التعليم كل شيء كتبان ليه اتفاقية حقوق الطفل وتيبان الدستور، ولكن راه ما كايناش هي الوحيدة اللي نصت عليه، لأن نظرا لأهمية هذا الحق هناك مواثيق عديدة ومهمة ولا نأخذها بعين الاعتبار رغم أن المغرب صادق عليها. إذا هنا أنا كانت عندي واحد يعني تسلسل في هذه الاستراتيجية في هذه المواثيق الدولية اللي صدرت، بل لي أنه لابد أنني نشير لها لأن هي اللي كتبقى بين قوسين البيرمي ديالنا باش غادي نتمشى. إذا ارتباط ديال التعليم ككل كالحق التعليم حقوق الإنسان
ارتأيت أنني نأخذ هذا الارتباط بما يسمى بعلاقة الكرامة، لأن الكرامة هي أساس كافة حقوق الإنسان، والعلم هو الوسيلة الوحيدة التي ترتفع بها مراتب الإنسان إلى الكرامة والشرف. إذا هنا ارتباط قوي. من هنا يعود إجماع دولي باعتبار الحق في التعليم حق إنساني ملازم مع تطور شخصية الفرد في المجتمع، بحيث لا يمكن فصل التعليم في مراحل تطوره الفكرية. لارتباط هذا التطور بالتقدم العلمي المتسارع، وأن ممارسة الحق في التعليم تعود بالمنفعة المباشرة على الدولة ككل، ولا تضر بتاتا بمصالح النظام السياسي. كما أن الحق بالتعليم إذا ما تم تعميمه على مستوى الدولي فإنه سيشكل بالضرورة وسيلة مهمة لتعليم حقوق الإنسان على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والدفاع عنها وتمييز حالات انتهاكها، وبالتالي خلق ثقافة عالمية لحقوق الإنسان تتمتع بتباين أقل بين الشعوب على مستوى المعرفة والتطور المرتبط بها. إذن بالنسبة للأطر المرجعية للحق في التعليم، هناك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المملكة. بالنسبة للمواثيق الدولية، هنا خلاصة أو شكل هندسي لجميع المواثيق التي تكلمت عن أهمية الحق في التعليم، على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، إعلان حقوق الطفل، بالإضافة للقوانين الدولية الخاصة بالإنساني واللاجئين. بالنسبة أول مواثيق الدولية هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حرصت عدة مواثيق دولية على كفالة الحق في التعليم للجميع في جميع الأوقات، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 الذي أولى له اهتماما واضحا في المادة 26: لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائية. وهنا كنفتح واحد القوس، المرحلة الابتدائية، لأن هنا غادي تلاحظوا المواثيق تهضروا على التعليم الأساسي والتعليم الابتدائي، ولكن التوجه اللي كاين هنا في المغرب عندنا أن السلك الابتدائي أو التعليم الابتدائي غادي يكون على في سلكين، السلك الأولي والسلك الثاني. السلك الأولي كيضم فيه التعليم الأولي اللي هضر عليه الأستاذ عبد الكريم زائد التحضيري والثاني، هذا تيتسمى بالسلك الأولي في الابتدائي، السلك الأول في الابتدائي، والسلك الثاني كيبدا بالثالث الرابع الخامس السادس. يعني التعليم الابتدائي غادي يولي عندنا فيه 8 سنين، 4 سنوات أولية و4 سنوات في السلك الثاني. يعني هنا على شيء غادي تلقاو أنه وراه يعني التعليم الأولي راه داخل في هذا الإطار هذا. إذا قلنا مرحلة الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الأساسي إلزامي، هنا كنسطر على المجانية والإلزامية، وأن يكون التعليم الفني والمهني متاح للعموم. وأضاف في الفقرة الثالثة من نفس المادة أن للآباء سبيل الأولوية في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأولادهم. بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 66 جاء كالتالي: تقر الدول في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل والتعليم، تمكين كل شخص من المساهمة بدور نافع بمجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم مختلف الفئات السلالية والإثنية والدينية، دعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. نجد كذلك ضمان الممارسة لهذا الحق يتطلب جعل التعليم الابتدائي إلزامي وإتاحه مجانا، بالإضافة للتعليم الثانوي ما غنطرقش ليه هنايا، اللي كيهمني أنا التعليم الابتدائي ولا الأولي. ويبرز الحق في التعليم بشكل واضح من بين العهود والاتفاقيات المذكورة أعلاه في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرت من قبل الجمعية العامة في عام 1959، وصادق عليها في المغرب 1993، مدة طويلة ديال المصادقة، والتي تضمنت الحق في التعليم للطفل. في المادة 28
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: جعل التعليم إلزامي، تتعاودنا ما قال الإعلان العالمي، تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة المتاحة للجميع، جعل المعلومات المبادئ الإرشادية التربوية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم، اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. وقد سبق اتفاقية حقوق الطفل، كان إعلان حقوق الطفل الذي أكد في البند 7 منه على أن للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا في مراحله الابتدائية على الأقل، ودائما كنسطر على المجانية والإلزامية، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، وأن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. دائما في إطار المواثيق كاين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة لاتفاقية حقوق الطفل. أكدت في نصوصها على الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونعني هنا حقوق في التعليم. وإيمانا بالأهمية التي يحظى بها الحق في التعليم وضرورة ضمانه لكل طفل، فقد كفله كل من القانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي الساعي إلى الحد من الآثار المترتبة على الصراعات المسلحة والتي عادة ما تكون مدمرة لقطاع التعليم. بالنسبة للحق في القوانين الوطنية أو الدستور المغربي، غنبداو بالفصل 31. تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في مجموعة من الحقوق، تتبدأ بالعلاج والعناية الصحية، ولكن اللي كنركز عليه هنا هو الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة. بالنسبة للفصل 32، الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة في على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ويحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. بل آخر فصل هو الفصل 168، يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اللي كتعرفوا بأنه هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميدان وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال. إذن هذا بالنسبة للإطار المرجعي ديال الحق في التعليم. بالنسبة لأهمية التعليم الأولي بالضبط في حقوق الإنسان، كنلقاو يعتبر ركيزة أساسية في تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، وإعداده لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية. وقد جاء الإعلان العالمي حول التربية للجميع في 1990 ليؤكد على ضرورة الاهتمام الشديد بأوجه القصور في النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم من جهة، والاعتراف بالأهمية المتزايدة لدور التعليم الأساسي، يعني التعليم الأولي، في تحقيق التقدم الاجتماعي من جهة أخرى. وقد تبين أن الإعلان العالمي حول التربية للجميع وهيكلة العمل لتأمين حاجات التعلم الأساسية يشكلان مرجعاً مفيداً للحكومات والمنظمات الدولية والمعلمين والمهنيين المعنيين بالتنمية فيما يخص تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين خدمات التعليم
الاساسي. اذا تيبقى هو مرجع مهم لهذه السياسات. ومن ابرز ما جاء به في وثيقه الاعلان العالمي حول التربيه للجميع ما يلي: ينبغي تمكين كل شخص سواء كان طفلا او يافعا ام راشدا من الافاده من الفرص التربويه المصممه على نحو يلبي حاجاته الاساسيه للتعلم. وتشمل هذه الحاجات كل من وسائل التعلم الاساسيه مثل القراءه والكتابه، التعبير الشفوي، الحساب وحل المشكلات، والمضامين الاساسيه للتعلم كالمعرفه والمهارات والقيم والاتجاهات التي يحتاجها البشر من اجل البقاء ولتنميه كافه قدراتهم وللعيش والعمل بكرامه وللمساهمه مساهمه فعاله في عمليه التنميه ولتحسين نوعيه حياتهم ولاتخاذ قرارات مستنيره ولمواصله التعلم. ويختلف نطاق حاجات التعلم الاساسيه وكيفيه تلبيتها باختلاف البلدان والثقافات ويتغيران لا محاله بمرور الزمن. يعني غتكون عندنا واحد بروغريسيون تطور. ان التعلم يبدا منذ الولاده، يعني هذا ما جاء في الاعلان العالمي حول التربيه للتعليم، وهذا يستدعي الرعايه المبكره للطفوله وتوفير التربيه الاوليه. ان المتطلبات الاساسيه المتعلقه بالجوده وتكافؤ الفرص والفعاليه في مجال التربيه تتحدد في سنوات الطفوله الاولى. نسطر على ذلك، وذلك مما يجعل الاهتمام بمساله العنايه بالطفوله المبكره وتنميتها امرا ضروريا لتحقيق اهداف التربيه الأساسية. ومن الطبيعي أن تتناول التربية كل المحاور وكل القضايا البسيطة منها والشائكة، وأن يكون محورها الأساسي الأساس الإنسان. لذا تعتبر التربية مسؤولية وطنية واجتماعية في أن واحد، يتشارك في تحملها البيت والمدرسة ومؤسسات المجتمع. فلا يصح أن تتجاهل التربية أي جانب من جوانب الحياة، وأن يتم إهمال المواضيع الحساسة كالمساواة بين الجنسين في ميدان التعليم. ورغم صدور الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم الذي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 1960، جاء المنتدى العالمي للتربية الذي عقد في داكار في عام 2000، يعني من 1960 حتى 2000 وبقي مشكل ديال التمييز في مجال التعليم، لتقدم الحكومات التزامات إضافية لضمان أن تتاح لجميع الأطفال لا سيما الفتيات والشعوب الأصلية فرص الحصول على التعليم الابتدائي المجاني بحلول عام 2015. وقد تبلورت أهداف المنتدى فيما يلي: توسيع وتحسين الرعاية والتربية الشاملين في مرحلة الطفولة المبكرة وبخاصة لصالح الأطفال الأكثر تأثراً و أشدهم حرمانا، العمل على أن يتم بحلول عام 2015 تمكين جميع الأطفال من الالتحاق بتعليم ابتدائي جيد مجاني وإلزامي. ثلاث صفات: جيد، مجاني وإلزامي، وإكمال هذا التعليم مع التركيز بوجه خاص على البنات وعلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وأطفال الأقليات. ضمان تلبية حاجات التعلم لجميع النشء والكبار من خلال انتفاع متكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات الحياتية. تحقيق تحسين بنسبة 50% في مستويات محو الأمية الكبار بحلول عام 2015 بخاصة لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار، وإزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015، تحقيق المساواة بين الجنسين في ميدان التعليم بحلول هذا العام، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للانتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد. ثم تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الامتياز للجميع بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج معترف بها ويمكن قياسها، ولا سيما في القدرات القرائية والحسابية والمهارات الحياتية الأساسية. إذا كخلاصة بالنسبة لهذه القراءة ديال هذا ما تعليم أساسي أو أولي دي جودة
ودون أو دي جودة ومع إزالة جميع التفاوتات سواء على التفاوتات المجالية أو الجنسية. إن جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمؤتمرات والمنتديات العلمية ركزت على أهمية تحقيق التعليم للجميع وإلى إلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين في مجال التعليم في جميع مراحله وتحقيق المساواة بينهم مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات للإفادة من تعليم أساسي ذي نوعية جيدة، كما طالبت بإلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتدائية. ورغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومات المغربية المتعاقبة، إلا أن الواقع يبرز عكس التمنيات والخلل الحاصل في التطبيق، حيث تبقى معظم هذه الوثائق والاتفاقيات حبرا على ورق بعيدة عن التنفيذ والتطبيق. فإلزامية التعليم ومجانيته في مراحله الأولى ما زالت في الأدراج. إذا ما نظرنا مثلا لما تشيره بعض مؤشرات النواتج بالنسبة حسب لاشسيبي المدوية السامية للتخطيط في تقريرها ديال 2020 بجهة بني ملال وخنيفرة، أنا غادي نعطي لي بالنسبة للجهة ديالتنا، تخص 29404 تلميذ مستفيد من تعليم أول عصري مقابل 27565 تلميذ مستفيد من تعليم من أول قرآني، يعني في الكتاتيب، يتعلمون في كتاتيب تنعدم فيها أبسط شروط التعلم، وتشكل نسبة الفتيات في الحالتين 48.55%، يعني فين مشى النصف الآخر، سواء ديال لأن اللي قال الناس سي عبد الكريم راه عطانا إحصائيات مهمة. أنا فاش كنشوف هاد الإحصائيات بالنسبة للجهة ديالنا، ومع العلم أن راه هاد الإحصائيات جات من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مداتها المندوبية السامية، لأن راه نصف الأطفال في سن التعليم الأولي راهم جالسين في الديور. هذا مشكل حقيقي كنعانيو منه في الجهة، بالإضافة أن المشكل العويص الأكثر هو الفتيات، ما كيلتحقوش بالتعليم الأولي، وهنا إشكال، هنا خصنا نوضعو دي بوان دانتروغاسيون، خصنا نعرفو منين هاد الشيء تنتمنى أنه يخرج في هاد الندوة هادي. على أي ما غندخلش في النقاش حتى نفتحوا النقاش للجميع. وقد ثبت أنه ما لم يتم إجراء تعديلات على السياسات المعتمدة لتغيير الظروف المتعلقة بتعميم الفتيات، لن تتمكن الدولة من الحد من التمييز، لأن القضية أبعد من صدور مراسيم أو أنظمة تربوية، ذلك أن الأسباب الحقيقية متحضرة في العقلية والذهنية المؤمنة بالتمييز بين الجنسين وبأدوار كل جنس. ومن أجل دعم المجهودات المبذولة لتعميم التمدرس في أفق تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع عبر توسيع العرض المدرسي والدعم الاجتماعي وتجاوز كافة الإشكالات المرتبطة بالوضعية المادية التي تعيشها جل مؤسساتنا التعليمية، وهذا هو المشكل الحقيقي، الموارد المالية والتي تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للفعل التربوي، وبالتالي على مردوديات ومخرجات المنظومة ككل. في هذا السياق بات ضرورياً فسح المجال لأشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومنظمات حكومية وقطاع خاص، إلى جانب فعالية المجتمع المدني والمنظمات الدولية. إذن هذه شكراً للخلاصة.